احنا اليوم في حلقة مطبخي ضيوف عند دار كنوز الفاكية. وطبعا الصيف كيكون زاهي باهي بالأعراس، المناسبات، الاحتفالات العائلية اللي اللي ما كتتجمل وما كتزينها غير واحد المائدة مغربية حافلة بما لا ذوى طاب من الحلويات ومن المكسرات. الوصفة ديال اليوم عبارة عن مجموعة من الوصفات اللي الأساس ديالها هو التين، طبعا من النوعية الجيدة. احنا غناخذوا معلومات من عند السيدة فاطمة باللامين في المجال، وكيكون محشو بالفواكه الجافة أو بنوعية أخرى من الفواكه اللي كانت طازجة ولكن تم تجفيفها بطريقة صحية. ونترككم مع المقادير ومع الطريقة. بمناسبة الزيارة ديالكم مرأة تي في، تنهدي لكم واحد الوصفة ديال لي فيغ معمرين أو الشريحة المعمرة. كيف تشوفوا معنا هنا كتشوفوا بان كاين مختلف الاشكال ديال الفواكه اليابسه والفواكه الجافه. بالنسبه للشريحه المعمره، يمكننا نعمروها بالقرقاع، يمكننا نعمروها باللوز، يمكننا نعمروها بالنوغا. وعلى ذكر النوغا، ان النوغا كنجبروا فيها مختلف الاشكال، بحال دابا كنجبروا بان النوغا اللي هي عامره بالبيستاش، النوغا اللي عامره بالفرامبواز، النوغا اللي تيكونوا فيها لي نوات كاجو، وكاين النوغا اللي تتكون فيها الورد. بالنسبه للشريحه يمكننا نعمروها بهاد الاشكال ديال النوغا بالاذواق مختلفه ديالها، يمكننا نعمروها ديال اللوز ولا ديال نوات كاجو كيف ذكرت. بالنسبه للشريحه ما خصهاش تكون قاسحه، خصها تكون رطبه، لان ملي تكون رطبه تسمح لنا ان نحلوها بالسكين بلا ما تقطع بلا ما تخسر. وتنعمروها بالنوغا، غير من النوغا من جو نعمروها بالنوغا، ما خصهاش ندخلوا النوغا، يعني خصنا نحطوها في القدام ديالها باش يبان المظهر ديال النوغا الخارجي. ومن بعد تنديروها في لي كوسات. بالنسبه للومبالاج ديالها تيختلف، اما نقدروا نديروها في لي كوسات نديروا معاها فخاز. هنا عاوتاني من الفوق يمكن لي نزوقها اما بلا فخاز، اما نحط فوق منها قرقاعه، اما ندير فوق منها الميلون، اما ندير فوق منها طريفات ديال الاناناس. تيبقى كلشي على حساب الاختيار على حساب الذوق. رافيه راهي اصلا متواجده في السوق وتنجمعوا بها. وبحال دابا اللي كانت عندنا شي مناسبه وما بغيناش نديروا الرافيه، يعني الرافيه تبقى ديما متناول كل نهار، تنقدروا نديروا اشكال عاوتاني واحد اخرين عندنا ديال لي غوبا. بغيتي تخدم بالارجنتي ولا الدوري ولا البلو سيال ولا الغوز على حساب النوع المناسبه. كان بحال دابا شي زياده يعني ولد ولا بنت تنقدروا نخدموا بالغوز ولا بالشيبي. كانت مناسبه الاعراس ولا عندك شي عراضه يعني عارضه على الضياف ديالك في الدار ولا هذا، يمكن لك دير الدوغي ولا ارجنتي تخدم بهم. الوغ بالنسبه للشكل ديال الشريحه تجينا في هذا الشكل هذا. الوغ لاحظتوا ان نوكا باينه والشريحه مزوقه بالفخاز، وتنديروا هنا على شكل وريضه انه تيتصوب وتجي كروكون وتجي زوينه، خاصه ان حنا النوكا ما عندناش حلوه بزاف، يعني ديجا ان الذوق ديالها تيندمج مع الشريحه وما تجيش طرو سوكري وتجي زوينه. الوغ تيدار بحال هكا. وكيف قلت نقدروا من الفوق نزورو بالميلون، ولا بحال دابا النوكا اللي ما درناه اللي بغينا نديروها في هذا الشكل، يمكننا ناخذ طريف ديال النوكا من هادو تنقسموهم وتنديروهم من هنا، ولا يمكننا نديرو المشماش تالمشماش، يعني كل ما كان واحد التناسق في الالوان كل ما تعطي واحد المظهر جميل زوين. هي الشريحه يعني ملي تدار في المجمد اصلا عندها واحد لادات ديالها، ديال لادات دو برودكسيون اللي تتكون فوقاش نتجات وتتبقى التاريخ الانتهاء ديالها. غير هي في المجمد، كانت في المجمد احسن باش لان كنا ما نستهلكوهاش تبقى في المجمد، واللي كنا نستهلكوها تنجبدوها تتحط في الثلاجه. وبالنسبه للبريزونطاسيون ديال الشريحه ولا ديال المشماش معمر، يمكننا نديروها في لي كوفري اللي كانوا عندنا، يمكننا نديرو في دي بلاطو ديال الدجاج، يمكننا نديروهم في لي بلاطو اللي تيكونوا اون كوير على حسب اللي عندها في الدار. تتسف ودير من تحت واحد الدونتيل، واحد الدونتيل باش ملي تبغي دير التقديم تدير هذاك لو دونتيل وتسف عليه، واما تغطيه الجميع تغطيه فيلم اليمونتير، ولا تقدر تيكونوا تبارك الله ديجا العيالات المغاربه تيكونوا محافظين الاصاله ديالهم، تيكونوا عندهم ديجا من يدلات اللي هما مطروزين اللي هما رهيفين بحال اللي تيديروا على دواز داتاي، يمكن لهم يديروهم تما على الشريحه باش يبقاو محافظين على المذاق ديالها. وبالنسبه للشريحه يمكن لها تشرب هي خاصه مع اتاي، يعني اتاي تتشرب معاه تجي مزيانه.
وهذه الوصفات نتمنى انها تكون عجباتكم، وتنرحب بكم ومرحبا بكم، ومحلكم وسفاكاتي يرحب بكم. ما ننساش نذكرك سيدتي ان التين المحشو كيتطلب نوع ممتاز من التين، وكذلك نوعيه ممتازه من المكسرات، طبعا مع احترام تاريخ الصلاحيه ديالها. شكرا، والى حلقه قادمه باذن الله. Wow.